بشو عم تفكر؟ شو صار؟ قلي بريم، صرت صديقي وأول قاعدة بالصداقة ما لازم تخبي شي عن صديقك. مشان هيك شو القصة؟ شو اللي صار؟ بدك تقلي شي؟ بدك تسألني عن شي؟ شو؟ شو القصة بريم؟ تيجس فيني، في سؤال عم يزعجني من وقت طويل. شو؟ السؤال اللي بدي أسأله هو مين اللي سماكي تيجا؟ بريم، اعمل اللي بدك يا، ما بيهمني بقى. أنا بدي أكل بيتزا بس تكون بالخضار، شو رأيكم بتحبوها؟ ايه منحبها. شو؟ لا خلاص، لكان أنا عم فكر نطلب معكرونة. عن جد شو بتحبي الأكل؟ لو كنتي بتحبي المطبخ قد ما بتحبي الأكل كنت طلعتي أحسن طباخة بالعالم. قصة تيجا وبريم بلشت، لهيك أنا هلأ لازم نفذ خطتي. بالمناسبة خبريني، ليش بيسموكي تيجا أنتي؟ ليش؟ بريم إذا ما وقفت. أهلين، شو رجعتوا؟ وين رحتوا؟ أكيد هن راحوا ليتسلوا. في برغش كتير هون، صاير في برغش ببيتنا هالأيام. وين البرغش؟ يا روحي بيجوز ما عم تقدر تشوفيهم. هلأ إذا خبرتهم تيجاس فيني وين رحنا أنا وهي، ساعتها أكيد رح تفشل خطتي كلياتها. قبل ما تقول أي شيء رح جاوبهم أنا. بصراحة نحنا يا عمي رحنا على جامعة تيجا. هيك لكان شي حلو، فجأة بلشت تناديها تيجا. في كتير برغش اليوم. قولي لي تيجاس فيني، خلصتي الشغل اللي رحتي مشانه؟ ايه خلصته. مش الحال، أنا رح روح ساعد بتحضير العشاء. لا استني، ما في داعي تطبخي شي اليوم، نحن قررنا نطلب أكل من المطعم. تعالي ممتاز، رح نعمل حفلة. ايه عمي أنا بدي شوية كباب وشيش وكمان مقبلات وشوية بطاطا وبس هيك، وأجو فيناية رح ياخدوا 2 بيتزا لكل واحد. بدكن شي غيره؟ لا لا. يا سلام، عشا اليوم رح يكون بجنن. عندي فكرة رائعة كتير. شو قولها؟ ايه شو هي؟ اليوم بابا معنا بالبيت، ليش ما منستغل الفرصة ومنستمتع؟ شو رأيكن نعمل حفلة كتير كبيرة؟ فكرة حلوة كتير، عن جد حلو نعمل اللي عم تقوله انت. ايه عمي، وكمان بدنا نلعب لعبة حلوة كتير. ايه؟ عن جد هاي فكرة بتجنن. ايه؟ مجموعتين نحنا ضدهم وفريق النسوان رح يربح. ايه؟ انسي الموضوع، النسوان ضد الرجال، فريق النسوان بيخسر دائما بسبب حضرتك. ايه خلص، نحن رح نلعب كلاعبين منفردين. ايه يلي بيتذكر الغنية بيغنيها، ويلي ما بيتذكرها رح يخسر والاخير بيفوز. اتفقنا؟ عمتي انتي معك حق، على القليل هالشي رح يفيد الناس انهم يعبروا عن مشاعرهم.